قامت هذه الدولة على مجهود رجالاتها، قامت على رجال المهام الصعاب، رجال الأمن، رجال الحزم، رجال المواقف الصعبة، رجال البادية والحاضرة، رجال الأعمال، رجال العلم، رجال الدين. على كلمة الرجال وعلى إيمان 60 رجلاً قامت تحت رؤية رجل واحد كان منتخي على طول الطريق بامرأة. الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن أخو نورة. كن مع كل أخت لك على الطريق اليوم وكل يوم.